ديت الكلينيك تما شافت الطبيب اش كندير لها الكمادات ديال الموارد داكشي على هذا بحيت طلعت لي عاوتاني السخانه تفجر في المخدرات الكوكايين والهيروين لادريس ديالك انا في المغرب جبتها كاينه الموقع ديالك حاليا في ايطاليا راه جبتو هو جاي انا بحال غيضارب معايا انا بحال خصك كيبقى يضارب معايا انا صباح الخير العائله كي دايرين لاباس عليكم مهم شكرا لكلكم على الرسائل الزوينه ديالكم كلكم كطمنوا على ذهب طمنين على ذهب كيبقى الذهب عرفتوا الرسائل حاليا غير كيبقى الذهب كل شيء تقريبا شكرا لكم يسول فيكم الخير والرباح المهم ذهب الحمد لله كتعرفوا ديك النهار ملي ديت هذا الحي الحسيني ديت الكلينيك تما شافتها الطبيبه وداك الشيء كانت بالسخانه ديالها نطلب الطبيبه قلت لها زعما كاين شوفي ليا باش تنعس بغيت تشدها لي انا ما بغيتش نرجع للدار حيت انا كنرجع للدار وكنعاود نرجع للمشفى يعني ما كاينه حتى فايده باش ندير للدار المهم ما كملتش معاكم نط بنتي بدات كتبكي ليا المهم كما قلت لكم الطبيبه قلت لها زعما شوفي لها بلاصه باش تنعس وداك الشيء باش ديروا لها السيروم وديروا لها الدواء في العرق وداك الشيء باش ما بقاش ندي انايا شافت قالت لي البلاصه ما كايناش حاليا قالت لي غير ديال الدار عاوتاني حتى تخوى البلاصه وجيبي وندخلوها لك الناس المهم انا ديتها هذيك الليله عاوتاني للدار بقاش كندير لها الكمادات ديال الموارد داكشي على هذا حيت طلعت لي عاوتاني السخانه وهي تجي عندي اختي زهور هي اللي عندها حاليا انا في الدار جات عندي مع 10 ديال الليل مسكينه جات تجري قالت لي انا غنديها لك للطبيب جابتها الطبيب ديال وليداتها دوز ليها وعاود دار لها عاوتاني التحاليل داكشي خدينا لها الدواء الحمد لله البارح واليوم ما طلعتش لها الحراره هاي بارك حدايا كتلعب اللهم لك الحمد عاد رجعت فيا كما كيقولوا الروح داروا كتتاجر في المخدرات الكوكايين والهيروين والاعضاء ديال البشر اي والله يسمح لهم هذه باش كنتاجر هادشي قليل لك المخدرات قليله انا راه في المخدرات الليل الله يهديما خلق يا ربي امين الله يخليك لينا تاج راسنا والله يحفظك لينا واللي بغى لك شي شر ولا شي سوء الله يردها فيه واي حاجه ما خصهم مازال يتيقوها الناس هذاك الشيء كلشي راه غير الكذوب وداك الشيء كلشي بابا الزين ديالها والجواب ديال ديك الهاربه ديال الطليان اللي ما عندها لا شغل لا مشغله مقبله لا لك صوفيا شنو دارت في حياتها ان شاء الله فاش غادي تحطي رجليك في المغرب غادي تلقاي شي ناس كيتسناوك في المطار الا كانت مفرحاك ديك الطاليان زعما كتقولي راه قطعتي البحر من هنا لهي ونشوف رجليك ان شاء الله حتى تدخلي راه باقي الوقت تبغي تدخلي المغرب تعيدي مع داركم تبغي تعيدي مع عائلتك لادريس ديالك راه في المغرب جبتها فين كاين الموقع ديالك حاليا في ايطاليا راه جبتو وكلشي كاين ان شاء الله استدعاء غدا غتكون محطوطه ناضيه واجده يلا وريني علاش قاده انا عمرني كنهضر على شي حاجه اللي شوفوا شي حاجه كتقيسني كنتغاضى عليها ولكن فاش كيوصل الموضوع الوالديه صافي ما بقاش العقل على البشر اي واحد يجبد والديه يلا دابا نعاود لكم هاد الغابور اللي خرج كيقول ديك الهضره انا غادي نصح لي شي حوايج اللي نساهم ما تعرفوا ينسى اللي يقدر ينسى هادي اولا انت قلتي بان الا كانوا لي ارتست كيكبروا بلي ميديا خاصة لي ميديا يكبروا بي يعني انت شرف ليا كبير انك تقبلتي الدعوه وانك كبرتي بيا فين كنعرفك انا اسطر المانجر ديالك هو اللي صيفط ليا هي فاش دخلت عندك انا صيفط قلت لك فلان راه فورا المانجر ديالك داش هضر لي عليك مرحبا بك الا بغيتي تدوز وعين كاين لي ميساجات سيتو الثاني مرحبا باي حد شوف حد انت اللي خرجتي كتهضر هادشي داز عليه من شهر جوج عاد خرج كتهضر ما فهمتش علاش وغبرتي على السحام ياك لاباس ايوا اختي خصو يخدم ماشي خصو يتسنى حتى الحاجه تفوت عليها 9 شهور عاد يخرج يقول الدراري اجي نصحكم مضحك هادشي ولكن ما عندي ما ندير ما كنبغيش كاع نعاود هادشي ولكن هو اللي خرج كيهضر وكذب بديت الحلقه معايا عاتي المخرج ونورمال بدا الحلقه 9 8 7 باش يعطي التوب تخيلوا معايا هو كيسمع المخرج كيقول بحال هكا كيشوف فيا كيدير 8 7
ستة خمسة كنقول مي سي با بوسيبل، معليش كيدير بحال بحال هكا كما كيضحك. دينا الحلقة دابا، هو جاي انا بحال غيضارب معايا انا وانا نتكلاشونو وشكون اللي غادي يربح. مي سي با سا، واش حنا في مسابقة؟ دينا الحلقة قلت سي با غاف عادي، يمكن باقي ما مولفش وهذا سي با غاف عادي، يمكن ندوزو نقول مش مشكل. جلس بدينا حنا وصلنا بعدا البيرسونيل، شنو البيرسونيل؟ البيرسونيل اكتعل سطرت على الجمله بحال انا واش كنسول. عتاد لا كيسيون بيرسونيل سيتي كو؟ عادي كنبغي نعرف كل رابور منين الحومه ديالو منين جاي، هادو سؤال. ولد الدرب ديالك ولد دارنا، كنقول ماشي مش هو هادي دابا بالنسبه، او الوغ كو الجمهور ديالو عارفين ولد اش من الحومه ديالو، راه هي الولفه يعني اشنو فيها زعما، واش فيها شي عيب؟ الا فيها شي عيب قولوها ليا، هادشي راه عندي ما نقول. دونك ديكو ولينا عاوتاني لي زوتر كيسيون، ولا واحد بحال خصك كيبقى يدمر معايا انا، كيولي يسولني ولا ما عرفتي واحد لو ديلي حسيت به، سيتي با بروفيسيونيل. هادي هي الجمله اللي قلتها، عيط عاوتاني كنسولي شي سؤال كيبقى بحال فهمتي ايل ماتاكي اللي تي فلاتاك لي انا بيرسونيل، بحال جاي باش زعما انا يحط راسو كيقول لي، وكنقول لي راه ما خصكش تسولني انا بيرسونيل، سولني في النطاق ديال السؤال ديالي برينسيبالمون يعني. المهم حسيت بشويه داكشي مباسل تري بوتي صافي، قلت ليه هادشي ماشي تري بروفيسيونيل، بقيت كنقولها ليه شي 3 فوا. من بعد قال لي انا ما عجبنيش الحال نكمل، قلت ليه با بروبليم حيدوا ليه الميكرو، نوض اخويا بسلامه باي باي. ما يبغيش العيب يجي مني داكور، ولكن هو فهم بان الحلقه كانت فارغه والو واش انا جالسه في الدرب انا معاك بقى نتعاطى انا وياك، هادشي اللي كاين. دونك ما غاديش نحاول نكبر الحوايج او نكذب فيهم، ولكن تخرجت بشكل اللي هو ماشي مام اصلا نقدر اتمر في احسن. دونك سيل تو بلي لا ديسيبلين، خدم على راسك، وهذا يعترف اوما في تكون فاس اون بيرسون، ما تحسش براسك بانني انا راه كنطاكيك، نو هذا سان بروبليم دو ثقه في النفس اللي عندك شويه يمكن ما هياش. دونك انا كنقول لك شنو كاين، حيت باش تجي تخسر لي ليماج بديك الطريقه وبدا تهضر وما تكونوا واعيين على لي ميديا، علاش كتبعوا استراتيجي اللي شوف تي في ميس دو كو اون بارل، راه شاك سيبور عنده استراتيجي ديالو، كل بروجي استراتيجي ديالو، كونوا واعيين. دابا حنا لي ميديا غيوعاو بهاد النصيحه اللي انت الله يرضي عليك، راه هذا سي بيان انك ترابي، سي بيان انك تكون فنان، ولكن سي بيان يكون مخك شويه ولا ديسيبلين ولا ماتوريتي، ما تبقاوش صغار في عقلكم. مجلة لالا العروسة، أخبار حصرية بجودة عالية، لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.